الفلوس بتغير النفوس، بقى الجدع يفهم معنى كلامي. الفلوس بتغير النفوس. هي في مشاكل بالنسبة للزمالك بطولة أفريقيا في كرة السلة، بس النهاردة في قرار لاتحاد كرة السلة ربما يعيد التوازن إلى نصابه، حيث أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم برئاسة مجدي أبو فريخة توضيح بشأن الانتقالات. الانتقالات الشتوية اتفتحت من 1 يناير إلى 31 نفس الشهر ده الحالي، هتبقى من مراحل 14 سنة للدوري الممتاز، يمكن إضافة واستكمال أو استبدال أي لاعب، فمن حق أي نادي أنه يستضيف 2 لعيبة طبقا للوائح والحيوية وضوابط الانتقالات. أنا شايفها فرصة أن نادي الزمالك يدعم صفوفه 2 لعيبة كويسين، خصوصا أن الفريق منهار منهار منهار، وهو ممثل مصر والعرب وأفريقيا في بطولة العالم للأندية التي هتقام في القاهرة. رجاء رجاء من مجلس إدارة نادي الزمالك النظر لفريق كرة السلة أحسن كده عيب. احتفلنا اليوم واحتفل العالم كله اليوم بالذكرى 111 لتأسيس مدرسة الفن والهندسة، أفضل نادي في الكون وأكبر نادي في الكون وأعظم نادي في الكون يحتفل اليوم 111 عام على إنشائه. نادي الزمالك العظيم الذي تأسس في 5 يناير 1911 كنادي رياضي. النهاردة الأستاذ محمد ديب عمل لنا مفاجأة جميلة، أول فيديو للأستاذ محمد ديب في قناة الجريء كان بمناسبة هذه الاحتفالية الجميلة، صوت راقي مش هنقول عليه بقى يعني نجم جديد لأن محمد ديب أصلا أخ غالي جدا. هذا هو رابط الفيديو اللي عايز يعرف تاريخ وأحداث أول فيديو للأستاذ محمد ديب في قناته قناة الجريء. هو أصلا عضو مجلس إدارة من فترة، ولكن النهاردة أمتعنا بأول فيديو ليه. هذا الرابط قدام حضراتكم وفي كل التفاصيل عن تاريخ نادي الزمالك. نادي الزمالك العظيم 111 سنة تاريخ، ومش عايز اعيد الكلام لانه حكى اسرار في الفيديو بتاعه. فربنا يخلينا نادي الزمالك اللي بيفرح قلوبنا. واشكرك استاذ محمد الديب، فيديو رائع جدا. هذا هو مرة اخرى رابط فيديو الاستاذ محمد الديب، اول فيديو لنجم جديد من نجوم قناة الجريء تي في. مش هتكلم كتير على الاحتفالية، ولكن بنقول كل سنة وانت طيب يا زمالك، كل سنة وانت طيب يا شعب الزمالك يا نقي يا نظيف، كل سنة وانت طيبين يا جمهور الزمالك يا عظماء، كل سنة وانت طيبين يا جمهور قناة الجريء. احنا مع الزمالك بنفرح واحنا مع الزمالك بنحزن، يعني هو سبب فرحنا وسبب حزننا، وما عندناش اجمل ولا اروع من الزمالك. كل سنة وانت طيبين. بالتزامن مع احتفالات الزمالك بالذكرى 111، النهاردة انتشر فيديو لروجي ميلا، واحد من اساطير افريقيا والعالم في كره القدم. مين ما يعرفش ميلا، ومين ما يعرفش راس الاسد الكاميروني ميلا اللي ابهر العالم في مونديال 1990. الاسطوره الكاميروني كان في حوار تلفزيوني، والمذيع او المذيعه مش فاكر كان راجل ولا ست اللي بيعمل معاه الحوار، قال له انت لو كان قدامك الاختيار كنت تلعب في مصر في الزمالك ولا الاهلي؟ قال لهم طبعا الزمالك، انا كنت اتمنى واختار الزمالك. وقال ان انا الكابتن ابراهيم يوسف كان صديقي، وشعرت بالحزن الشديد لوفاته. وشوف الزمالك يا جماعه حاجه يعني ميلة، العالم كله منبهر بالزمالك، العالم كله بيحب الزمالك، شعبيه طاغيه في العالم كله، الناس المحترمه كلهم تلاقيهم الزمالك. انا بتهالي لو سال ميلة السؤال الثاني، اي قناه في اليوتيوب بتتابعها؟ الجريء اكيد طبعا، قناه الجريء. كل سنه وانتم طيبين يا غاليين. الزمالك الزمالك حاجه كبيره قوي، بس بعض الناس مش فاهمه قيمه الزمالك. ان شاء الله مع دخول الاعلام الزملكاوي النظيف هيعرفوا قيمه الزمالك. النهارده كنت في حوار مع اخويا استاذ محمد فاضل، كنا بنتكلم على انتخابات اتحاد الكوره وعلى الفيديو اللي انا عملته وبهاجم فيه المجلس الجديد، وبقول ان هم هيبقوا كوبي من هاني ابو رده، هياخدوا تعليمات من هاني ابو رده. قلت له على فكره بعد ما هنزل الفيديو ده على بالليل هتلاقي هاني ابو رده مطلع تصريح. وبالفعل تم بالفعل، هو دلوقتي زمانه ميت وضحك، تم بالفعل. فهاني ابو رده بيحاول يتودد لجمهور الزمالك، عمل تويتر بعد الظهر كده وقال
ذكرى تأسيس واحد من أكبر الأندية القارة الإفريقية، وأحد أقطاب الكرة المصرية على مدار تاريخها، نادي الزمالك العريق. عام سعيد لكل عشاق نادي الزمالك. ونتمنى يا أستاذ هاني إنك تفهم معنى الكلام ده، لأن نادي الزمالك فعلا أعظم نادي في الكون وأروع نادي في الكون، وجمهوره جمهور نظيف وبيعرف الصح من الغلط. النهارده كمان الكابتن عبد الله جمعه وكل جمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك احتفلوا بالذكرى 111. عبد الله جمعه كتب على تويتر تاريخ كبير يحكي عليه. شكرا يا عبد الله. شيكابالا كمان ما فوتش المناسبه واحتفل برساله جميله جدا على تويتر، وقال: سيظل الحدث الابرز في مسيرتي هو انتمائي لهذا الكيان العظيم، وسيظل الزمالك عظيما ل 111 سنه قادمه باخلاص ابنائه ودعم جمهوره المستمر. شكرا يا نجوم الزمالك. بفكر بس الاخوه اللي قاعدين ناسيين يعملوا لايك، اعمل لايك لان اللايك يفيدك جدا جدا. كل نجوم الزمالك احتفلوا النهارده بالذكرى الجميله، كلهم لعبت السله ولعبت اليد ولعبت الطايره، كلهم ما شاء الله عليهم. الناس بس يعمل لايك، يعمل لايك عشان يكون معانا في اي بث مباشر، لان اللايك وكتابة التعليق على الفيديوهات هو اللي بيخليك نشط في قناه الجريده. النهارده علمنا ان نادي اهلي جده السعودي قدم عرض ضخم لاحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بمبلغ 1,500,000 دولار في الموسم. مبلغ ضخم جدا، مش عارفين زيزو موقفه ايه. احنا عارفين ان في عقد زيزو في بند بيسمح ليه انه ينتقل لاي نادي مقابل انه يرجع للنادي الشرط الجزائي. ربنا يستر، ان العرض ضخم جدا من نادي الاهلي جدة السعودي. كلام هيبان في الايام الجايه، وربنا يستر على كل. نتمنى من اداره الزمالك تلحق تشوف الموضوع ده. كمان في مشكله داخل الزمالك حوالين عقد ابو جبل. عقد ابو جبل في شروط ماليه صعبه. هناك افكار احنا بنرفضها طبعا، ان يتم التفريط في ابو جبل مقابل انه يرجعوا جنش. لا، احنا بنقول لكم خلي ابو جبل ورجعوا جنش. انا بقول كده معلومات كده في الخفيف في السريع، والذكي يفهم، واللي بيحب الزمالك يتحرك لانقاذ ما يتم في الخفاء. نرفض رحيل ابو جبل. على فكره ابو جبل افضل حارس في مصر حاليا. مره تانية، ابو جبل هو افضل حارس في مصر حاليا. ملناش دعوه بقى المدرب مش مبلوع له منظور، المدربين يقعدوا يمشوا، ولكن هو سيظل. رجعوا لنا جنش، رجعوا لنا جنش، رجعوا لنا صبحي، رجعوا لنا صبحي. ولما لا يكونش عندنا افضل حراس في العالم كله؟ يلا. هاني شاكر يتدخل لمصلحه بن شرقي ومصطفى فتحي. توقعت ان يكون هاني شاكر، وهو فنان كبير ويعني اكيد مليونير يعني والامور عنده زي الفل، انه هيدي للعيبه دي مبالغ، يتفق مع شركات اعلانيه يعوضوهم بالاعلانات، يتعمل حاجه حلوه كده للتجديد لبعض اللعيبه. لكن فوجئت ان هو بيوجه رساله الى لعيبه الزمالك، بيقول لهم ما تمشوش من الزمالك، ما تسيبوش الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير ونادي مهم. يا اشرف بن شرقي، اطالبك بالبقاء مع الزمالك وعدم الرحيل مهما كانت الاغراءات، لانه لن يجد الدفء والجماهيريه في مكان اخر مقارنه بنادي الزمالك. يا مصطفى فتحي، راجع نفسك مرارا وتكرارا قبل اتخاذ قرارك بالرحيل على القلعه البيضاء، وانت تعلم ان اخطاء الاخرين اللي رحلوا عن الزمالك وفقدوا الشعبيه والجماهيريه. يا بن شرقي ويا فتحي، انتم من افضل اللعيبه في مصر والزمالك، واستمراركم مع الابيض اكثر افاده لهم فنيا وماديا وجماهيريا، لا سيما انهم يناسبوا طريقه لعب الزمالك ومدرسه الفن. كلام جميل، بس بصراحه مش قادر اشرب وراه شويه ميه. يعني هعمل ايه بالكلام؟ انا ممكن اعمل لك 100 عريضه زي كده كل يوم، ونبعت لهم رسائل، ونقعد تحت البيت ونعمل لهم يوفات. الكلام ده هم هيشربوا بيه ايه، ولا احنا هنشرب بيه ايه؟ يا استاذ هاني، يا عدل، يا رجال الاعمال، يا زملكاويه، الزمالك عنده مشكله ماديه، نقولها لكم ازاي يعني؟ انا مش فاهم الناس دي ما بتفهمش. نقولها لهم باي لغه؟ بالصيني. الزمالك عنده مشكله ماديه مع اللعيبه، الفلوس بتغير. فحضرتك عندك فلوس، ادخل خلص لنا لاعب، ولا خلص لنا مشكله في الفيفا. انت والعدل وغيره وغيره وغيره. ما عندكش، شوف لنا حاجه اعلانات على شركات الاعلانات بتاعتكم وشركات الانتاج الفني كبيره، يطلع لاعب من دول يعمل لهم اعلان ويتعوض ماديا.
علاقاتكو، يعني هاني شاكر ما عندوش علاقات بملايين من رجال الأعمال؟ والله لو كده بقى يبقى عيب. ما عندوش علاقات بشيوخ عرب وناس يعني قاعد على براميل بترول كتيرة؟ عنده. ما هو حب الزمالك مش بالكلام، مش بأغنية، أنا ممكن أغني عليك من هنا لبكرة. حب الزمالك بالعمل، والعمل لكل الناس، الكلام موجه لكل الناس. العمل إن تخلص لنا مشكلة في الفيفا، تخلص لنا مشكلة في تجديد لاعب، وإلا كلكم هتروحوا في غياهب النسيان. أوعوا تفتكروا إن حد هيسقف لكم، خلاص عهد الإعلام اللي بيطبل انتهى. هنقول كلامكم وهنهزقكم. هنقول كلامكم وهنهزقكم، هنقول كلامكم وهنهزقكم. فأنا بقول لهاني شاكر ومدحت العدل والناس دي، انتوا علاقاتكم العربيه كبيره، لو قلت لاي شيخ عربي تعالى وهنصورك وهنحطك وانت بيبقى اثناء تجديد اللاعب ومش عارف ايه، هيوافقوا، بيحبوا الزمالك. الخليجيين بيحبوا الزمالك قوي، مش هيقولوا لا. نقطه ثانيه، الشركات ورجال الاعمال والمصانع، وانتوا يعني علاقاتكم رائعه. الله يخليكم، اللي بيحب الزمالك بالاعمال مش بالاقوال. كمان النهارده كان في موضوع بايخ جدا، بايخ جدا جدا، لان احنا شفنا المستشار مرتضى منصور طلع في الفيديو بتاع كارتيرون، الفيديو اياده اللي كان بيقول لكارتيرون شوف لك عروسه مصريه، وقال يا امير ما تصرفوا لهم الفلوس، حضرتكم اظن كلكم شفتوا الفيديو ده، والفيديو ده كان قبل ما ياخدوا الراحه، يعني الفلوس موجوده. امبارح سمعنا تصريحات ان تم توفير مكافاه بطوله الدوري للعيبه، الكلام ده صدر من اداره الزمالك، والمستشار قاله على الهوا، اللي ما شافوش يقول لي ما شفتوش يعني، او اللي شافه متاكد كلامي يقول لي. للاسف النهارده كان في حزن كبير لعيبه الزمالك، لعيبه كتيره من الزمالك امبارح والنهارده واول امبارح وبتاع راحوا الزمالك عشان يصرفوا مستحقاتهم المتاخره كما وعدهم المستشار مرتضى منصور في المقابله، او مكافاه الفوز بالدوري، قالوا لهم ما فيش. الناس في النادي قالوا لهم ما فيش، مين قال لكم ما فيش مكافآت؟ طب يعني اللعيبه تصدق مين وتكذب مين؟ رئيس النادي قاعد معاهم وفيديو للعالم كله وقال له اصرفوا للناس، ما الفلوس موجوده ما تصرفوا لهم، انا خلاص قررت صرف مكافاه الدوري ليكو تقريبا 150 الف كل لاعب حاجه زي كده مش فاكر، وجزء من مستحقاتهم متاخره. وامبارح واول كان في تصريحات ان الفلوس موجوده، فللاسف اللعيبه ما اعرفش بقى يعني، على اللي بيسمعني دلوقتي من اداره الزمالك او اللي بيوصل حد كلام لاداره الزمالك يقول لهم كده فنكوش، كده ضحك على الدقون، حرام يعني، طالما رئيس النادي وعد لازم تسلمه، ما فيهاش هزار. ده كارتيرون فقع ايميل النادي كله ارتعش، وفلوسه اتحطت له واتبعت له صوره الشيك. طب الغلابه دول اللي بقى لهم سنه بيلعبوا من غير فلوس، يعني اعتقد ان ما تحرجوش اداره النادي، ما تحرجوش رئيس النادي، طالما رئيس النادي قال الفلوس موجوده واصرفوا لهم يبقى اصرفوا لهم. حد بقى في جهاز الكوره، حد في الحسابات، حد بيلعب كده ولا كده عايز يحرج مرتضى منصور؟ ادينا بنقول في العام اهو بعلو الصوت، بعلو الصوت، ان اللعيبه راحت تستلم المكافئات بتاعه الفوز بالدوري، وان اللعيبه راحت تاخد جزء من مستحقاتها، قالوا لهم مفيش مفيش. فحاله من الغضب داخل فريق الكوره بتاع نادي الزمالك، وبصراحه حاله من الغضب عند جمهور الزمالك المحترم اللي بيفهم. يلا مش هنقول اكتر من كده، نتمنى ان نشوف من بكره صور والناس وهي بتستلم وبتعمل. ارجو من الاخوه المحترمين اللي ناسين اللايكات يعمل لايكات، عشان اللايكات هتفيده اكتر ما هتفيدنا. نكمل مع بعض. انطلاق موسم صيد الفاسدين، انطلاق موسم صيد الفاسدين، في موسم لصيد الفاسدين، والموسم ده ابتدى ازاي؟ ابتدى النهارده استاذ مجاهد اترفعت عنه الحصانه الفيفاويه، ما هو كان بيستخبى ورا الحصانه، واصلا ليه ملفات فساد عند وزاره الشباب والرياضه، وليه ملفات فساد عند البرلمان. فمن النهارده هيبتدي حساب مجاهد اللي كان عايز يضحك على الناس كلها ويطلع رئيس للبعثه، ومن هناك معرفش كان هيروح فين. فمجاهد انتظروا خير لهذا المجاهد في موسم صيد الفاسدين في الرياضة المصرية. الحاجة التانية، ان علمنا، قول مصدر اكيد، مصدر اكيد،
داخل الوزارة، داخل الوزارة، كلام مهم، كلام مهم، بس مستنيين إن الكلام ده يطلع ببيانات رسمية من الوزارة، حتى عشان إيه نضرب تعظيم سلام للوزير الدكتور أشرف صبحي إذا تم هذا الكلام. علمنا اليوم أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر إحالة مخالفات اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب للنيابة العامة. مخالفات كتير، بيقول لك إنه كانوا مشكلين لجنة في اللجنة الأولمبية عشان تستمع للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، واللجنة دي عملت اجتماعات، اتكلفت الاجتماعات تقريبا زي 500 ألف حاجة زي كده، مبلغ كبير قوي. أنا برضو الكلام ده أنا بقول مش رسمي، الكلام ده تسريبات من داخل وزارة الشباب، الحق يقال عشان محدش يعني الكلام يطلع مظبوط لما الوزير يعلن ذلك رسميا بان تم تحويل مخالفات اللجنه الاولمبيه برئاسه هشام حطب للنيابه، وكده هنضرب له تعظيم سلام، ده احنا هنعمل له تمثال من ذهب. بيقول لك ان اللجنه دي كان من 18 عضو، حصل كل عضو على مبالغ تراوحت بين 20,000 و30,000 جنيه، بالاضافه 25,000 جنيه تكاليف سيارات ليموزين، مصاريف انتقال لاعضاء اللجنه، اجمالي المخالفات التي رصدت خلال الفتره الماضيه 19 مليون جنيه، و و و و و, و. انا احقق للحق يعني دي تسريبات من داخل الوزاره وارسلت للبعض وارسلت ليا، مش عايز اخدها بصفه التاكيد، ولكن احنا بنقول انطلاق موسم صيد الفاسدين، اللهم اجعله خير يا رب. لو خير بجد يا دكتور اشرف انا نظرتي هتتغير خالص من يمتك، لو حولت مخالفات حطب للنيابة نظرتي هتتغير. أنا أنتظر أن يصدر قرار رسمي، لأن هذه حتى هذه اللحظة تسريبات. مش عايز أقول كل الكلام اللي وصل لي من داخل الوزارة عشان برضه ما بقاش بتهم اتهامات جزافا بدون دليل. الدليل هننتظره بإذن الله من الدكتور أشرف صبحي، نستنى يوميا لو الدكتور أشرف صبحي ما طلعش الكلام ده مظبوط نبقى احنا نقول الكلام بقى اللي عندنا بالتفاصيل. فانطلاق موسم صيد الفاسدين، حطب ومجاهد ان شاء الله اول الغزلان الحلوه اللي هنصطادها. خبر صدر منذ قليل او قبل شويه او قبل ساعتين حاجه زي كده، انسحاب مرشح هام من قائمه المستشار مرتضى منصور. للاسف تقدمت الدكتوره شريفه الفار عضو مجلس اداره نادي الزمالك باعتذار رسمي عن خوض الانتخابات المقبله والتي سبق وترشحت لها رسميا خلال فترة باب الترشيح. الدكتورة شريفة الفار هي عضوة مجلس الإدارة الحالي. الدكتورة شريفة الفار هي عضوة مجلس الإدارة الحالي، وهي مرشحة ذات قوة في قائمة المستشار مرتضى منصور، انسحبت رسميا من الانتخابات. فين وليه وازاي؟ الله أعلم. إيه اللي خضها وإيه اللي بعتها؟ الله أعلم، ما عنديش أي معلومة. المعلومة اللي عندي إن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور قام بإدراك خطاب اعتذارها في محضر مجلس الإدارة وأرسله إلى الجهة الإدارية، كما قرر المستشار مرتضى تعيين شريف الفار رئيسا للجنة الاجتماعية بالنادي متطوعة يعني بدون مقابل، تقديرا لدورها ودعمها للنادي، وإن اعتذارها بينم عن ترجيحها الصالح العام للنادي على أي مكسب شخصي لها، خصوصا انها كانت ضمن قائمته. ده يعني دي مفاجاه برضو من ضمن المفاجات اللي هتقلب موازين الانتخابات. ما زلنا عند راينا ان احنا بنطالب المستشار مرتضى منصور انه صالح هاني زاده وياخده في قائمته، لان مش هزار ومش تكهنات بالطريقه دي، الانتخابات هتنم عن دخول حد من هنا هنا وحد من هنا هنا. انا شايف من وجهة نظري الشخصية البسيطة ان القائمتين ضعاف من وجهة نظري، ده هيزعل مني وده هيزعل مني، وده هيقول لي ليه ما تناشد ان هم يختاروا ناس بحالهم، وده هيقول لي ليه ما تناشد ان يختاروا ناس بحالهم. انا بقول وجهة نظري، واحد غلبان عاش 15 سنة تقريبا في انتخابات الاندية وتابعتها عن قرب، وكنت ملاحظ جيد للي بيحصل فيها. انتخابات الزمالك مش هتجيب قايمة كاملة، القايمتين ضعاف فيهم مناطق ضعف، اللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش. انتخابات الأندية معمولة مش بنظام القايمة، معمولة بنظام كل مرشح يشيل حاله.
ففي ضعف. نقول للمستشار مرتضى منصور اصلح الضعف في قائمتك بدخول ناس محترمه زي هاني زاده وزي صبحي عبد السلام. بس لا، ما خلاص بقى اتقفل باب الترشيح، ما ينفعش امير ينزل ولا امير يطلع دلوقتي. فاغلق باب الترشيح النهارده. برضو انا خايف ايه، ساعات انت ايه تكون في ايدك سبحه ولا في ايدك بتاع صوف زي بتاع زمان، يفلت حاجه تلاقي فلت كله ورا بعضه. فاعتذار شريف الفار، شريف الفار ضلع كبير في قائمه مرتضى منصور، يخوف يخوف، نلاقي العقد ابتدى يفرط في هذه الايام السوداء، في هذه الايام السوداء. اللي يفهم كلامي يفهمه، اللي ما يفهموش ما يفهموش. الايام بيننا استحاله بنفس اللي احنا بنشوفه ده ان في قائمه بحالها تكسب. الايام بيننا. استشار احمد جلال ابراهيم طبعا بعد للاسف، ودي كانت غلطه كبيره. انا ما يهمنيش زعل حد، انا يهمني اقول كلمه حق. انا من وجهه نظري ان انا تابعت الموضوع يا جماعه من بعيد غير من قريب. في ناس بتتكلم وهي ما عاشتش. انا عارف انتخابات الزمالك وعارف انتخابات الانديه التانية وعارف يعني ايه بيفتتوا اصوات ويعني ايه يوم واحد ويعني ايه 3 ايام. عارف الحاجات دي كويس وعارف ازاي ممكن يحصل لها وعارف ازاي يعني حاجات كتيره قوي انا عارفها. ولكن للاسف، للاسف مش للاسف، ربما يكون ربنا رايد خير عشان برضه ما نبقاش ظلمه. يعني اللي ربنا شايفه صح يوليه، بس جه واحد من هنا جه واحد من هنا، انما انا شايف ان القائمتين ضعاف للاسف. على كل حال، كما انفردت قناه الجريء من 3 4 ايام، اصدر مجلس اداره نادي الزمالك بيان اكد خلاله اضاحات حول الاعلان السابق نشره بدعوه الجمعيه العموميه العاديه لنادي الزمالك الالعاب الرياضيه المتضمن بند انتخاب مجلس اداره الدوره 2021 2025 وما تتضمنه من عقد اجتماع الجمعيه العموميه بعد 52 يوم من تاريخ توجيه الدعوه لعقد الجمعيه العموميه على يوم واحد. ذلك يكون عقد الجمعيه العموميه لنادي الزمالك يوم 11/2. والحمد لله والشكر لله، قناه الجريء هي اول واحده انفردت بالتاريخ وانها اليوم واحد، حتى اننا هجمنا في وقتها، ولكن الحمد لله الشكر لله ننفرد دائما، وده لمصلحة روادنا المحترمين قوي قوي قوي. النهارده في بيان صدر من مكتب المحامي الاستاذ ممدوح عباس بيقول فيه ايه حول اجراءات ضد المستشار مرتضى منصور. احنا كل الاحترام للجميع طبعا عشان الناس تبقى فاهمه، احنا بنحترم الكل، وقناه الجريء قناه حياديه، ونحاول على قد ما نقدر، احنا ما بنقولش احنا حياديين 100% الكمال لله دايما، لكن احنا بنقول بنحاول نكون حياديين عشان نقدر نقول المعلومه. فالنهارده صدر قرار من مكتب محامي ممدوح عباس حول اجراء قانوني جديد ضد المستشار مرتضى منصور. اصدر مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي المحامي عن السيد ممدوح عباس رئيس الزمالك بيان رسمي قال فيه عن حجز ممتلكات مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي نتيجه حكم صادر لصالح السيد ممدوح عباس. الحكم في قضيه رفعها عباس ضد مرتضى منصور بتهمه السب والقذف، مؤكدا انه جاري استكمال بقيه اجراءات القانونيه. على كل حال البيان موجود. عايز ليا ملاحظات عشان ده صراع بين الكبار، انا مش عايز ادخل نفسي فيه. من عده ايام تقريبا اسبوع 10 ايام تقريبا كان في برضه بيان لمكتب الدكتور كمال شعيب قال فيه انه تم الحجز على حسابات المستشار مرتضى منصور 15 حساب تقريبا في البنوك المصريه في موضوع برضو سداد غرامات حاجه زي كده، مش فاكر التفاصيل. كنا دخلنا المستشار الاسواني وادلى بدلو في هذا الموضوع. انا حتى الان مستعجب ان المستشار مرتضى منصور ما ردش على الكلام ده خالص، ولم نسمع حتى الان عن فجر هذه الحجوز، برضو موضوع يقلق شويه. النهارده نفس الكلام من نفس المحامي، اجراءات لصالح ممدوح عباس. يعني ارجع اقول ايه، اخبط دماغي في الحيط افلقها اتنين، يا اللي انا اقول قعدنا نغني ونلطم على خدودنا من شهرين ثلاثه نقول لهم الله يكرمكم اقعدوا وصلحوا، هتودوا الزمالك في عندكم على فين؟ هتودوا الزمالك في عندكم على فين؟ الموضوع ده يعني عين واضح ان هو عند اصل، ما يعني الحجز على حسابات الاشخاص ده عند، ويطلع بكره المستشار مرتضى يقول مش عارف ايه وتاجر المخدرات مين والسارق سارق مش عارف اراضي الدوله مين، ده كله عند
ده كله عند الناس المثقفة، ملوش علاقة بالزمالك، ملوش علاقة أي علاقة بالزمالك، ملوش أي علاقة بالزمالك. يعني ارحمونا الله يكرمكم، ارحمونا من اللي بتعملوه في الزمالك الله يكرمكم. الصراع لن يفيد ولا يفيد، ده احنا بقينا يعني مضحوكة للعالم كله، أضحوكة للعالم كله. على كل حال أنا لما بطلع بقول إن في بيان بيكون جالي البيان، أنا مش بقول كلام، هو جالي البيان من يعني محتفظ بنسخة من البيان بتاع مكتب أستاذ ممدوح، مكتب دكتور كمال شعيب، ومش يفيدني في الموضوع أي حاجة. أنا كده خلصت الأخبار. أستاذ سيد تحب تدخل معايا دلوقتي؟ أستاذ سيد عبد الحميد أخويا الغالي، تحب تدخل معايا دلوقتي ولا تدخل في البث التاني؟ اكتب لي على التكست. أي حد عنده سؤال حوالين هذه الأخبار؟ ربنا يولي الزمالك دائما الأصلح، ربنا يولي الزمالك دائما الأصلح.